قتل وطلع براء. هشام طلعت مصطفى اصغر ملياردير مصري والطفل المدلل للسلطه، صاحب اكبر امبراطوريه عقارات في الوطن العربي. هشام طلعت مصطفى عنده فلوس كتير ملهاش اخر، ثروته 7 مليار دولار. فين ويا ترى وايه مصدرها؟ هل هو رجل اعمال شريف ولا مياهم؟ والسؤال الاهم، ازاي قتل وازاي اخذ عفو رئيسي؟ كل ده واكتر هنكشفه لكم من الصندوق الاسود لهشام طلعت مصطفى، واللي كانت ليه قصه هزت الراي العام لسنين طويله. وبدات الحكايه من زواجه العرفي من المطربه اللبنانيه سوزان تميم، وبعدها ظهرت عليه تصرفات غريبه لدرجه ان هو كان بيضربها وبيعذبها ويحبسها كمان. وبعد سنه واحده من زواجهم قررت تهرب للندن سنه 2008، وهناك رفعت قضية طلاق واتطلقت فعلا. بعدها قررت تاخد تعويض فرفعت قضية تانية، وكانت المؤشرات بتقول ان القضية في صالحها، واقل حكم هتحصل عليه هو تعويض بنص ثروته. وهنا خاف هشام طلعت على الثروة بتاعته وقرر انه يطلب المساعدة من السلطة، واتفق مع محسن السكري ضابط امن الدولة السابق، اتفق ان هو يقتل سوزان تميم مقابل 2 مليون. وبعد ما سمع محسن الرقم وافق على طول، وفعلا هو سافر لندن وراح علشان يقتلها، بس هي حست ان في حد بيراقبها فقررت انها تهرب على دبي، وهناك قعدت في فندق وفكرت ان هي في امان. وفجأة محسن خبط على باب اوضتها بعد ما اتنكر في ملابس عامل نظافة، واول ما فتحت الباب طعنها بالسكين، وبعد ما اتأكد انها ماتت بدل هدومه وخرج من الاوتيل وكأنه نزيل عادي. لكن شرطة دبي اكتشفت الجريمة ونجحت في القبض عليه بعد 6 ساعات وترحل على مصر. وبعد ما هشام سمع اللي حصل قرر ان هو يتجوز علشان يبعد عنه الشبهات، وفعلا اتجوز، بس ما كانش فيه اي مخرج للملياردير المصري لان محسن السكري اعترف عليه، والقضية اتحولت لرأي عام لان هشام كان في الحزب الوطني وعضو مجلس الشعب وعضو في رئاسة الغرفة التجارية، وما كانش سهل التحقيق معاه. وهنا حصلت مفاجأة لان وزير الداخلية وقتها حبيب العدلي، وهنا قرر حبيب العدلي انه يزوره في مكتبه علشان يفهم ايه اللي حصل، ولما اكتشف ان هو حرض على قتل سوزان تميم امر برفع الحصانة عنه، وفي نفس السنة اتحكم عليه بالاعدام ورفع قضية نقض على الحكم، وكان اطول نقض في التاريخ لان حكم الاعدام كان المفروض يتنفذ بعد 45، بس دعوة النقض اجلت الحكم 2 سنين كاملين. وهنا كانت الكارثة لان النقض اتقبل بعد ما دفع 750 الف دولار لعيلة سوزان علشان يتنازل عشان يتنازلوا عن البلاغ وتنفي علاقتها بيه، وحصل فعلا وحكم الاعدام اتلغى وخد حكم 15 سنة. والسكري اخد مؤبد بعد الثورة وقرر يعمل صفقة مع الاخوان ويطلع مقابل 100 مليون جنيه، لكن مرسي طلع في لقاء وفضحه قدام الناس. بعدها استمرت محاولاته للخروج من السجن لحد طلوعه سنة 2017 بعفو رئاسي هو والسكري، وده اول عفو رئاسي لمسجون في جنايات في جريمة قتل في التاريخ المصري. وبعد ما خرج استلم ادارة مجموعة طلعت مصطفى اللي اخوه كان بيديرها، وبنى مدينة جديدة زي مدينتي وهي مدينة نور، اول مدينة ذكية في مصر، ده غير ان هو اللي بنى مدينة الرحاب. وبعد 2 سنين كمان اختارته مجلة فوربس ضمن اهم 50 شخصية من رواد السياحة في الوطن العربي. بعدها رجع طفل السلطة المدلل من جديد لان هو شارك في بناء العاصمة الادارية بنسبة 20%، واتبرع كمان للدولة ب 64 مليون جنيه، ومن شهور قليلة رفع دعوة رد اعتبار وكسبها، وبكده غسل ايده من دم سوزان تميم وبقى ليه الحق انه يترشح في الانتخابات. وكل اللي ربط الاحداث دي في بعضها هي حادثه حصلت في مطعم هايسن كان عامل دوشه وصوت عالي، في نفس الوقت كان هشام طلعت مصطفى بيتغدى فيه، ولما امرهم يسكتوا رفضوا، اتصل بقيادات من الجيش عشان تهد المطعم، وفعلا الجيش هد المطعم. بعدها بساعات خرجوا الاعلاميين كلهم يدافعوا عن هشام وكانه هد الاصنام. دي حكايه هشام طلعت مصطفى، انتوا اصحاب الحكم فيها، يا ترى انتوا شايفينه راجل وطني شريف ولا منياهم؟ ده سؤال ليكم ومستنيين اجابتكم عليه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جايه كتير ومفاجات اكتر من مباشر من مصر. كانت معكم سالي حمدي.